مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ولا اروع. يلا ان شاء الله راح نقضيو سويعه خفيفه وظريفه مفيده بالنسبه للوصفات. تقدروا تشوفوا هذه الحصه مباشره على الصفحه الرسميه للفيسبوك، كذلك الانستغرام سميره تي في، الارقام الهاتفيه اللي تعودتوا عليها راح تظهر في اسفل الشاشه. باذن الله استقبلوا جميع مكالماتكم. اليوم جبت لكم زوج وصفات. الوصفه الاولى راح تكون جواز اللي راح نديروه بالدجاج بشويه خضره، راح يكون بزاف بنين ويجي هايل ويجي ثاني زاكي. والوصفه الثانيه راح تكون الكبده تاع الدجاج مع القلب تاع الدجاج اللي راح نديروه كذلك بواحد البصه سهله وبنينه. يلا نروحوا للوصفه الاولى اللي هي قلنا جواز اللي راح نديروه طرف تاع الدجاج. عامليك امامكم تقدروا تستعملوا لي كويس، تقدروا تستعملوا صدر تاع الدجاج. عفوا، عندنا هنا اللفت زروديه وعندنا بطاطا، كذلك جلبانه، حبه بصل تكون كبيره تسكن مسكرفجه، وعندنا هنا العكري، معجون تاع الطماطم معروف برك، وعندنا فلفل كحل، توابل خاصه بالدجاج، الملح وشويه تاع الزيت. هذو هما المقادير. يعني نروح دوك طريقه تحضير تاع هذه الوصفه. هنا ناخذ الطنجره تاعنا نحطوا فيها شويه تاع الزيت، خليو الزيت تاعنا تسخن. شوفوا معايا هنا كيفاش راح نقطعوا الخضره تاعنا. الخضره شوفوا كيما لفت، راح نقطعوا الحبه على زوج ومن بعد على اربعه هكذا. يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو مساء الخير شفاء. مساء النور، واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. سوال عليكم انتوما، داركم اولادكم والله غير والله غير الحمد لله. وانتوما سوال عليكم، واش راكم لاباس؟ لاباس شفارس الحمد لله. منين راكي تكلمينا؟ ميليسا من زيرالدا. مرحبا بك ميليسا ومرحبا بنا زيرالدا. فارس والله غير الحمد لله. وانتوما لاباس؟ لاباس لاباس. حبيت اتصالي اليوم كان باش نشوفك على الوصفات اللي تقدمهم لنا. الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك. وصفاتك والصفات غير وصفتك ناجحه 100%، قاعد جربتهم وقاعد نشحولي. نجحت ليش غير وصفه خبز التاكوس. ما نجحت لكش، لازم نعاودوها مالا باش تشوفي مليح. باسكو شحال وانا طلبتها عندك وكي درتها ما نجحت ليش. ما نجحت لكش، معليش ما كاش مشكل نديروه، وعلى بالي بلي كي تشوفي الوصفه تنجح لك باذن الله. باسكو الشفات وصفات تاعك ناجحين. الحمد لله الحمد لله بصحتكم. الله يسلمك شفات. شكرا لك يعطيك الصحه ميليسا. شكرا شكرا يعطيك الصحة. هنا الجواز تاع اليوم راح يجي بزاف بنين. تبعوا معايا شوفوا الزروديه واللفت حبة على زوج ومن بعد الحبة على أربعة. هاي ليك. شوفوا هنا البطاطا راح نقطعوها مربعات يكونوا شوية كبار. هاي ليك. نزيد الحبة الثانية. هكذا هكذا بهذه الطريقة. نزيد هنا هذيك حبة تاع بصل تكونوا سكفشتوها تقطعوها مربعات صغار. شوفوا ها نقليو هنا الدجاج والبصل. هنا توابل قلنا عندنا مغرف عكري، عندنا توابل خاصة بالدجاج، نزيدو شوية تاع فلفل كحل، وعندنا الملح. نزيدو هنا هذيك الزروديه سبقوا فيها الاولى. نزيدو ثاني الجلبانه.
هنا نقليو ونزيد قلنا مغرف تاع معجون الطماطم. هنا تقليو الخضره تاعكم مع الدجاج، من بعد تكون وجدتوا الماء سخون هكذا، هنا رايحين نمرقوا هكذا ونخليو دوك هاد الدجاج والزرودية يدخل لهم شوية طياب، من بعد باش نرمي اللفت قلنا والبطاطا. شفتوا هاد الجواز راح يجيكم زاكي، لأن الخضرة قد ما تديروا فيها الخضرة قد ما راح يزكى لكم. دوك هادي نحيها منا، كي نشوف الدجاج تاعي بدا يدخل له طياب وبدا والزرودية كذلك بدا تدخل لها طياب، راح نرمي قلنا البطاطا واللفت، لأنه البطاطا واللفت ما ياخذوش وقت ويطيبوا. هادو نحطهم جيه ومليك راح نخليهم، ومن بعد راح نزيدهم الجواز تاعي. نروحوا للوصفة الثانية اللي هي كبدة تاع الدجاج، هاي ليك توم شوفوا معايا. هنا راح ناخذ نجرة تانية نحط فيها شوية تاع الزيت، حطوا شوية زيت، نقدر ديروا شوية زيت زيتونة يلا ناخذ. شوفوا كبدة تاع الدجاج اللي رايحين تغسلوها مليح، توصلوها مليح بالخل القلب كيف كيف، من بعد نقطع الكبده هكذا على زوج ولا على ثلاثه. القلب راح نحلو على زوج هاوليك، شوفوا القلب كامل نحلو على زوج، وهذه الكبده نقطعها على زوج ولا على ثلاثة، لأنه شوفوا كبيرة. ها نقطعها هكذا على زوج، نزيد على ثلاثة ها، هكذا باش تولي تاني زاكية. ها قلنا هاد الكبدة تاع الدجاج، ها لأنه تاع ديك الرومي تجي شوية كبيرة على تجي كبيرة على على هاد الشي، تجي تقريبا كيما تاع الغنمي. شوفوا هنا القلب نحلوه على زوج، والكبده نقطعوها قلنا. يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. يسلمك تعيش، واش راك الاخبار؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم انتوما لاباس؟ والله الحمد لله لاباس. معك اسماء من كاليتوس. مرحبا بك اسماء، مرحبا بناس كاليتوس، واش راكم لاباس؟ يسلمك، والله الحمد لله، نتاك مليح. والله غير الحمد لله، سؤال عليكم. الحمد لله. والله نشكرك على الوصفة تاعك كامل، سورتو هذا الصيف، الناس كاع تحوس وانت طيب. الحمد لله، الحمد لله. يعطيك الصحة. واسمع واش درتي، واش درتي فطور اليوم؟ أنايا، شوف والله اليوم ما تقوليش باك تشوكة. لا 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 لا، ما نكذبش عليك، والله غير ما نكذب عليك. خرجت اليوم شريت الكراط، شريت دوزان ادوات المدرسيه وكاع. ما درت الفطور. ما دخلتيش بكري، نسيتي روحك. ما دخلتش بكري، ما دخلتش بكري. فطرتي برا، فطرتي برا باي. ايه كنا شرينا من برا وصلنا للدار. هاي بصحتكم. صح كي ما يكونش الوقت، كي ما يكونش الوقت لا غال. صح. ولا غير شوف كي صرا هكذا زعما من داك ما نديرهمش الفطور. على بالك اسمع. وي عجبتيني كي قلتي لي خرجتي شريتي ادوات مدرسيه هكذا باش ما ديريش لاشين، ما تسناش على بالك يكون الدخول المدرسي. تي لاشين على بالك كان من يقعد. كان اللي يقعد باينين دوزان تاع المسيد باينين بلا ما يسنى يمدونا. صح كاين عفايس باينين يقعدوا غير الكراريس اللي
غير الكراريس باك اللي نستنوا حتى يطولهم. لا لا شوف قلت لك دائما كيما ندير لهم زعما الصور نكون برا ولا العشيه قلت نخلفها لهم الدوبل العشاء وفطور. نقعد نخمم ندير لهم شخشوخه ولا ندير لهم كيما دوكا لا فيريتي انا رايحه ندير تريده. اه مليحه تريده بنينه تريده نحب نديرها وتخرج لي هايله تريده بنينه بزاف. بصحتكم الله غير بصحتكم يسلمك تعيشي. نعم الله يسترك. انا حابه دير لنا لا ريسيت تاع قلب اللوز اللي يجي بالبن. ماليه نعاودو قلب اللوز ثاني. انا انت درتو هذا تاع بالبن درتو لا درتو بالبن؟ ايه. وفي ميزك شكون عطاكم الوصفه تاع قلب اللوز بالبن؟ والله انا ما شفتوش في ليميسيون ديالك. انا مديته لي اختي وراحت لي لا ريسيت. وي لها منين جبتي الوصفه قلب اللوز بالبن تقول لك تقصيها. شوفي قلب اللوز بالبن عطيتكم الوصفه في 2015. على بالي هي قديمه جوستومون. انا كانت مكتوبه في الكاي ديالي وما كي رحلت راح لي هذاك الكاي تبحر لي مع الرحله ما انا وليت رحت لي لا ريسيت وليت كل فريمون هايله تجي بزاف بنينه وناجحه. اي تجي هايل ناجح ناجح. صح. معليش نعاودوه باذن الله. حتى شفارك حتى الا ما درتوش كوم غوسيت معليش عطيهو لنا هكا اورالمون برك معليش نكتبو. عندك تو كتكتبيه كي يجو في ليميسيون معليش نتقولو هكا كي تكون تهضر فيها من خلاص هيا معليش. ما كاش مشكل هذا ما كان هذا ما كان ما كاش مشكل. اسمع بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة بارك ميرسي شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. شوفوا اسمع قالت لنا قلب اللوز باللبن درناه وعاودناه 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 معليش. عندكم 6 كيلات سميد خشين الكيله اللي تكيلو بها السميد راح تكيلو بها كامل المقادير. 6 كيلات سميد خشين 4 كيلات تاع السكر كيله تاع الزيت كيله تاع اللبن وكيله تاع المزهر. هادو هما المقادير دونك 6 كيلات تاع سميد خشين كيله تاع السكر كيله تاع الزيت كيله تاع اللبن كيله تاع المزهر. وبالنسبه للشربات 3 كيلات تاع السكر 6 كيلات تاع الماء ونص حبه قارص. هذا هو القلب اللوز تخلطوا كامل كلش على جهه وحطوه يطيب على درجه حراره 200 حتى 220 يكون الفرن تاعكم سخون. ودائما القلب اللوز يكون سخون والشربات تاعكم تكون بارده دونك لازم الشربات ديروها هي اللي تخليوها تبرد باش ديروا القلب اللوز تاعكم. نعاود نوليو للكبده تاعنا. هنا درنا الكرويه والعكري والملح وشويه فلفل كحل نقليو مليح ريحتها ولا اروع. ودرنا الثوم نزيد شويه هريسه هاي ليك هكذا ونزيد معها حبه حتى حبه طوماطيش تكون طايبه تقشروها وتقطعوها مربعات هكذا بهذه الطريقه. نزيد هنايا مغرف كبيره معجون طماطم ماشي بزاف هكذا نقليهم مليح وراح نمرقوا ما نمرقوش بزاف خاص ما طيب لنا الكبده. وعلى بالكم الكبده هنا ما لازم لهاش وقت كبير باش طيب دوك ما كانت تعمروا بزاف الماء ومن بعد المرقه تجيكم تقيه خفيفه وما تجيش مجمره. دونك هنا نمرق ونخلي الكبده تاعي طيب هاي لك باش نوصلوها مليحه كبتاكم وصلوها خطرات زوج ست ثلاثه اربع خطرات ديروا الخل هكذا نغطي عليها ونخلي الكبده تاعنا طيب هاي ليك. نعاود نوليو لهنا الجواز تاعنا نحطوا البطاطا هاد الجواز ثاني نخليوه يتجمر لازم يجي مجمر باش يجي بنين. نحطوا اللفت هاي ليك ونخليو الجواز تاعنا يطيب والوصفات تاعنا كملناهم. يلا مشاهدينا الكرام يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكي سيداتي لاباس؟ لاباس الحمد لله. ولا غير الحمد لله. منين راكي تكلمينا؟ من سيارت. مرحبا بكم يا ناس سيارت.
مرحبا بك ثاني نتايا، ومبارك مشرفنا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظك بارك الله فيك، يحفظك ويعطيك صحتك ويخلي لك وليداتك يا رب ان شاء الله. الله يحفظكم بارك الله فيكم. تفضلي سيداتي. شكرك على كل الوصفات والله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله بصحتكم بصحتكم. انا اللي كان يختاروا لي كاع اللي شاف نقول لهم فاس هذا شرف ليا بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحه والشرف لينا كذلك. شكرا بارك الله فيك. كاش وصفه كيحب يقدموها لك سيداتي؟ ها كاش وصفه كيحب يقدموها لك؟ والله انا كل وصفاتك ما شاء الله الحمد لله. واللي تقدمها غير شفت الشغله غاديه انا اللي قلت لك ديها لي الحمد لله. كل وصفه ديرها نكون انا باغيتها. الحمد لله الحمد لله بصحتكم. الحمد لله الله يحفظك ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحه سيداتي بارك الله فيك. فقط هذا المولد وجد لهذا المولد وجد لنا حاجه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا حيين ونحنزهيكم ان شاء الله بارك الله فيك سيداتي. صحتك ويكمل لك ما تتمنى. شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحه. شكرا مع السلامه. شكرا. يلا مشاهدينا الكرام الجواز تاعنا راهو يطيب، الكبده تاعنا راهي طيب، بما انه بقى لنا شويه وقت راح نعطيكم واحد التحليه بزاف سهله سريعه وراح تكون بزاف بنينه، تبعوا معايا هذه التحليه ولا بالها يحبوها بزاف ولادكم، وراح نديروها على السريعه، شوفوا معايا، راح ناخذ هنا ريسيبيون، نحط فيه عندنا هنا زوج علب بدوق المشماش ولا بدوق الخوخ كما حبيتوا. ها ملك هنا قلنا راح نديرو زوج علب تاع الياورت بدوق المشماش ولا بدوق الخوخ، نزيد معاهم كاس تاع لا شونتيي، راح نطلع شوفوا معايا نطلع الياورت والشونتيي بالباتر عادي، يلا هنا نزيدو 4 مغارف تاع جوز الهند، هكذا من بعد راح عندكم هنا 5 مغارف 3 مغارف شوكولا تختيني. راح يجي ذوق بزاف هايل لهاد التحليه. نزيد نطلعوا هاد الشوكولا.
هذه هي التحليه تاعنا. يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. واش راك؟ واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. منين راكم تكلمونا؟ انا كنت في الجزائر العاصمه. مرحبا بك. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. سفارس انت كليح؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم نتوما؟ صحتكم لاباس؟ والله غير لاباس. وحبيت نشكرك بزاف بزاف على الوصفات اللي تقدم لنا فيهم. الله يسلمك يطول عمرك. على بالنا على بالنا بلي راك تعياك تبينا كامل بلاتنا. ما تعبكم راحه، الله يحفظكم. الله غير شكرا سفارس. الله غير شكرا. نشكرك بزاف. بلا مزيه بلا مزيه. مرحبا بك. منوعنا الله يبارك. الله يسلمك يطول عمرك. مرحبا بكم. التحليه تاع اليوم ولا اروع. اليوم تحليه لازم تجربوها. بنينه بنينه بزاف بزاف. ولا غنجربوها ونعيطو لكم نقولوا لك كيفاش جات. ان شاء الله ان شاء الله. انا اصلا وحده نحب التحليات بزاف. ان شاء الله بصحتكم. ولا غنصوت ماذا بينا تكثرنا بزاف التحليات مملاحات. انا مع السخانه. ان شاء الله باذن الله. لازم غير حوايج خفاف. ان شاء الله باذن الله. والله غنشكرك بزاف بزاف سفارس. شكرا يعطيكم الصحه الله يحفظكم. نطلب منك طارد صغير. يلا تفضلي. انا حابه دير ناري كوب كيك. مالي ما يكون لا خاطرك. شكرا سفارس. الله يحفظك. شكرا لك سيداتي بارك الله فيك. شكرا سفارس. نشكرك بزاف بزاف ونشكرك كامل الطاقم اللي يخدم معك. شكرا كامله. ميسلم عليكم الله يحفظكم. شكرا سيداتي بارك الله فيك. شكرا. يلا مشاهدينا الكرام هذه التحليه تاعنا راح تخليوها تبرد باش تقدموها. نروحوا فاصل قصير. قعدوا معايا ما تروحوش بعيد. راح نشوف الوصفات تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى كانت جواز اللي درناه عادي بالدجاج، كنا درنا فيه زروديه واللفت والبطاطا. صدقوني بنين بزاف بزاف بزاف. جربوه وقولوا لنا واش رايكم. الوصفه الثانيه كبده تاع الدجاج اللي كنا درناها بطريقه بسيطه ثاني، ما درناش كمو الكرويه، ردوا بالكم تنساو ثاني، خليوها تتمر راح تجي بزاف بنينه. والوصفه الثالثه اللي هي تحليه كانت سريعه تعتمتم راح توجدوها تخلوها تبرد وتقدموها لولادكم، درناها بشوكولا والياورت بذوق الخوخ، كذلك بودرة الشونتيي هي لك أمامكم. إن شاء الله تكونوا خديتوا المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في وحدكم، تهلاو في صحتكم، سلام.